اسمحي لنا معاليكي، تحدثنا عن المرأة الأردنية، خلينا نعطي شاف كل شوي نتحدث عن المرأة المصرية من خلال تقرير. إذا مشاهدينا، المرأة المصرية هي أم المصريين وأخت المصريين وابنة المصريين، حققت إنجازات كبيرة جدا، واستطاعت مصر الشقيقة أيضا أن تعطي المرأة حقوقها من خلال الدستور المصري ومن خلال القوانين والتشريعات والأنظمة. نجد المرأة المصرية في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، مجال الإعلام والفن وغيرها أيضا من المجالات. في تقرير يبرز هذا التقرير التميز وواقع المرأة في مصر. المرأة المصرية هي إحدى أهم ركائز الدولة المصرية عبر التاريخ. كانت البداية منذ أكثر من 4500 عام في مصر القديمة بظهور بسشت، أول طبيبة مصرية يذكرها التاريخ. واستمر تواجد المرأة وبقوة بنساء حكمن مصر مثل حتشبسوت وكليوباترا وشجرة الدر، حتى جاء زمن الرائدات، فكانت سهير القلماوي أستاذة جامعية وصحفية، لطيفة النادي أول كابتن طيار مصرية، سميرة موسى أول عالمة ذرة، مفيدة عبد الرحمن أول محامية، صفية زغلول أم المصريين والرمز الثوري الكبير، هدى شعراوي إحدى الرائدات التي اقترن اسمها بالنضال السياسي، نبوية موسى رائدة تعليم الفتيات، روز اليوسف أحد أهم أعلام مصر الصحفية. واليوم تمتد الخطوط ليكتب التاريخ من جديد على يد مصريات معاصرات جدد. وعلى سبيل المثال للحصر نجد نور الشربيني الملقبة عالمياً بملكة القفص الزجاجي، فريدة عثمان بطلة العالم في السباحة وسمكة مصر الذهبية، سارة سمير بطلة أبطال رفع الأثقال في العالم. تمكين المرأة ليس مجرد مصطلح يستخدم، لكنه مفهوم يجب تنفيذه لمن تستحق التمكين بمجهودها وعلمها وتميزها عن غيرها. شكراً للمرأة المصرية على كل ما تقدمه من أجل الوطن. تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية على كل ما تقدمه من أجل الوطن.